خلوش يقتل بالعين. أوفياء أوفياء بدماء الشهداء. أوفياء أوفياء بدماء الشهداء. أوفياء أوفياء بدماء الشهداء. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. شكري بالعيد بدم محمد إبراهيمي، بدم أبناء قوات الدفاع الوطني الذين نحييهم مرة أخرى، إلى الأخ محمد المفتي، إلى لطفي نقب، أبناء تونس البررة الذين أسقطتهم عصابات الإرهاب لبث الرعب في المناضلين وفي عامة الشعب. هذا الدم يوحدنا اليوم، وهذا الدم أسقط جميع الحسابات الحزبية والإيديولوجية لنقف صفا واحدا أمام جبروت هذه العصابة المجرمة التي نصر جميعا بمختلف الأطياف السياسية على اقتلاعهم. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. بصفتنا مناضلين داخل جبهة الإنقاذ نحيي الإعلاميين جميعا في إبرازهم، ونحيي أبناء شعبنا في العديد من المناطق من المكناسي إلى قصيبة المديوني، الذين إلى لمطة والرقاب والعديد من المناطق التي أصر أهلنا فيها على إضراب عام لمزيد الدوسي على عصابة الجرذان. نحيي النقابات الأمنية، نحيي النقابات الأمنية لوقفتهم الشجاعة من أجل إنارة الحق ومن أجل أمن جمهوري جمهوري، لا من أجل أمن العصابات. أيها الإخوة، إن الوثائق التي ظهرت اليوم والتي تثبت ضلوع الدولة ووزارة الداخلية بجميع إداراتها في جريمة اغتيال شهيدكم محمد إبراهيمي، إنما يثبت أننا بصدد دولة إرهابية بامتياز، وبأن الإرهاب الذي كان يمارس في عهد النظام البائد كان إرهابا خفيا، أما إرهاب الإخوان المسلمين فهو إرهاب في واضحة النهار. وإذا كان الإخوة المحامون قد قدموا قضايا باسم العائلة وباسم السادة النواب المنسحبين الشرفاء، فإنني زوجة الشهيد محمد إبراهيمي أقدم القضية لكم. أنتم القضاة، أنتم القضاة. حقي وحق أبنائي، حقي وحق أبنائي أنتم ضامنوه، أنتم ضامنوه.
سألتم. بدماء الشهداء أوفياء أوفياء. لدماء الشهداء إلا هذه الجماهير التي أفتخر بها. أنتم عز الشهداء، أنتم فخر دماء الشهداء، حقوق الشهداء ستعود بكم، خاصة وأننا في دولة امتد إليها الإرهابيون وتغلغلوا في جميع مفاصلها، فإن ثقتنا في هذه الجماهير التي ستسترد كرامة الشهداء وستسترد كرامة الجنود الشهداء والأمنيين الشرفاء الذين نكلوا بهم. أيها الإخوة، بعد أن انكشفوا فلا أقل من الرحيل والحساب، لا أقل من رحيلهم ومن محاسبتهم. شهداؤنا الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب، 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 الرحيل والحساب يا حكومة الإرهاب. قلوبكم جميعا، الشهداء في قلوب الشرفاء منكم، وكلكم شرفاء، والجبناء اللصوص مكانهم السجون. لن نتوقف ولن تقف تحركاتنا إلى أن يرحلوا. إلى الأمام، والمجد لتونس، والخزي والعار للإخوان المسلمين العملاء. هاي هاي شهيد هاي 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 من أجل